وقفنا على المالتيبل ريجستر ترانسفير. مالتيبل ريجستر ترانسفير بيقول لي ان هو في لود وستور وبيستور او بيلود اكتر من ريجستر في انستراكشن واحده، بس طبعا الزمن بيبقى هو اللي ايه اطول. بس طبعا وان كان الزمن اطول لكنه اقصر من انك لو عملت كل ريجستر بايه لوحده. واضح؟ يعني دي اولا كل ريجستر لوحده يبقى لازم تعمل انستراكشن، وده ما عملت انستراكشن يبقى هتعمل لها فيتش، صح ولا لا؟ يبقى اكن كل ترانسفير عاوز له فيتش وعاوز له لود وبعد كده ايه الاكسكيوت. واضح؟ ونفس الكلام لكن لما تعملها بانستراكشن واحده طبعا اسهل، وان كان الزمن بتاع الاكسكيوشن هيبقى اطول، لكن هنا يعني طبعا اسرع واقصر في كتابه البرنامج. البرنامج اقل والاكسكيوشن بتاعه طبعا اقل لانك انت بتعمل فيتشنج لوان انستراكشن. لكن خد بالك بيقول لي هنا ان الموضوع ده بيقول لي انكريز الانتربت ليتنسي. انتربت ليتنسي ايه؟ الانتربت ليتنسي اتكلمنا عن الانتربت. الانتربت ان هو البروسيسور يبقى شغال بيعمل بينفذ حاجه، طبعا اكيد بينفذ انستراكشن، خلاص، وهو بينفذ انستراكشن تجي له اشاره تقول له سيب اللي معاك وروح ايه روح نفذ برنامج معين تسيرف مثلا حاجه معينه حصلت ولازم ياخد فيها اكشن سريع. وطبعا مش هيقدر ها يسيب اللي في ايده غير لما يخلصه. واضح الكلام ده؟ يعني ما نعم لا يخلص الانستراكشن كلها الاكسكيوشن، يعني اما اعمل فيتش واتوقف عن الاكسكيوشن يبقى ضاعت الانستراكشن، صح ولا لا؟ ما يحفظها ازاي؟ بس ما ينفعش يحفظها، ما ينفعش يحفظها، لانه زي ما قلنا الحاجات اللي بحفظها اللي هي الوركينج ريجسترز اللي هي بتاعه التنفيذ R1 و R2 و R3 و R4. ما حدش قال ان انا عندي مثلا لو عندي IR بحمل له سيفنج، لا ما فيش كده. واضح؟ فبالتالي حق لازم ان انا ايه يعني اخلص الانستراكشن. طبعا واخدوا بالكم في بعض البروسيسورز اللي هي جاهزه لما يسمى بالمالتي تاسكينج، او اللي هي جاهزه لما يسمى الفيرتشوال ميموري او غيره. كل الحاجات دي لازم يبقى عامل حسابه انه ممكن يعمل انتربت للانستراكشن نفسها وممكن ما يكملهاش. الكلام ده طبعا لما تتكلموا عن الاوبريتنج سيستم هيبقى واضح، يعني انه في بعض بعض البروسيسورز تسمح بانك انت ما تكملش الانستراكشن وتروح تعمل حاجه تانية، بس لما ترجع تعرف تكملها. يعني لازم يكون في الانفاسيلتي دي انك انت الحاجات اللي عملتها ما تضيعش، لكن لو هو ما عندوش الفيتشر دي لا ما ينفعش. يعني مثلا زي 8086 كده عادي، لا ما فيش، جاله انتربت ما ينفعش يروح ينفذ الانتربت ده الا امتى؟ لما يكون خلص الانستراكشن اللي معاه بالكامل، خلاص كده. فهنا بيقول لي بما انه لازم لما يجي له انتربت يرد عليه، هيقول لك مش هقدر ارد غير لما اخلص الايه الانستراكشن. واحنا قلنا الانستراكشن دي بتاخد وقت ايه طويل، فعشان كده بيقول لي كان انكريز الانتربت ليتنس. طيب ده عشان الجمله دي بس. ادي تعالوا نشوف بقى المالتيبل ريجستر داتا. في اختيارات كتيرة، في اختيارات كتيرة، واضح؟ تعالوا نشوف أول حاجة شكل الانستراكشن. آدي شكل الانستراكشن اهي، لود ار 10 و ار نوت كوما ار 1 كوما ار 4. تقدر تكتبهم كده، يعني تكتب الريجسترز ايه منفصلين. بس خد بالك طبعا الفورمات يعني ليها ليميتس، الفورمات ليها ليميتس. فبالتالي لو فرض انك انت عاوز تسيف كل الريجسترز مش لازم تكتبهم كلهم، عنده فيتشر انك انت تكتب له ار نوت مثلا او ار معينه، واحد ولا اثنين ولا صفر ولا اي حاجه، واكتب جنبها شرطه، واكتب الايه اخر حاجه لو كان في رينج. افرض ان انا عاوز اسيف من ار نوت لحد ار 5 وبعد كده ار 4 ار 6 اسف او ار 7 وار 9، يبقى نكتبهم ازاي؟
ار نوت داش ار 4 خلاص كوما ار 6 كوما ار ايه 7 او ار 9 حسب اللي انت عاوزه. فما تكتبش الكوما الا لما يكون ايه حاجات سيبرت مش مرتبطه ببعضها. اما لو كانت في رينج وطبعا في الغالب هتلاقي رينج واضح يبقى بتكتبها شرطه ار نوت داش ار 1 او ار 2 يعني حتى دي تقدر تكتبها كده ار نوت داش ار 1 كوما ار 4 بس هي من ناحيه الايه الليترز واضح هتشيل الكوما وتحط داش مش مشكله. لكن لو كانت دي مثلا ار نود ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 بدل ما تكتبهم 5 اكتبهم ايه بقى ار نود داش ار 4 مثلا واضح بقى. ايه يعني ار 10 بيس لسه هنقولها ادي ار 10 المفروض هو ده معناها ايه يا جماعه لا ده مع الانستراكشن دي معناها ايه لود مالتيبل يعني ايه لود مالتيبل يعني لود ار 4 وار 1 وار نوت من الميموري خلاص. طب الميموري عاوزه ايه عاوزه ادرس صح ولا لا اهو قال لك لود ام لود ام 10 ار 10 يبقى ار 10 فيها الايه فيها العنوان واضح. بس دول واحد يقول لي دول كذا حاجه خلاص يبقى هتعمل لهم لودنج من اماكن متتاليه يبقى يكفيك ايه عنوان واحد يكفيك عنوان واحد او قيمه واحده للار 10 مفهوم. عشان كده ده قال لك البيز يعني مثلا هلود ار 10 او ار 10 بيبقى فيها فاليو هلود ار نوت من الميموري اللي عنوانها ار 10 خلاص. وبعد كده انكريمنت 4 لو كان ابي يقول لي انكريمنت ولود مين ار 1 وبعد كده انكريمنت 4 ولود مين ار 4 واضح. بس في طرق تانية هتلاقي نعم الادرس في ريجستر واحد اهو بيقول لك كده انا لسه قايل اهو الكلام ده معناه ايه دول معناهم ايه ايه ايوه ثلاثة ريجستر مش ثلاثة ادرس بعمل لود لثلاثة بجيب من الميموري هجيب من الميموري ادرس بجيب من الميموري ايه ها داتا صح ولا لا احطها فين في ريجستر. طب هتجيب قيمة ولا قيمتين ولا ثلاثة ولا ايه من الميموري طيب يبقى لازم عاوز ايه بقى تحطهم في ايه في ريجستر واحد ينفع طيب يبقى معناها هم دول اللي انا بحملهم وده الادرس. طبعا ما اقدرش ان انا اجيب ايه كذا ادرس لازم الادرس يبقى مصدره واحد بس مفهوم لانه كلام مفهوم انه ده بلوك ورا بعضه يبقى اذا عرفت اول مكان يبقى عرفت بقيه الاماكن عشان كده ده ريجستر واحد فيه العنوان ودول الريجستر اللي انا هحمله. فبيقول لي لود الريجسترز يوزنج ار 10 بيز بيز يعني البدايه بتاعت الايه الادرس خلاص. بيقول لي دي انستراكشن زيها بس بالعكس دي بوش طبعا هي اللود مالتيبل او اللود زي البوش والستور زي الايه البوب لا العكس اللود زي البوب والستور زي الايه البوش. ستور يعني نحطه في الميموري بوش يعني نحطه في الميموري بس انهي ميموري الستاك خلاص. علشان كده دي برضو كده ودي هنا يعني معناها انك انت تقدر تستور او تلود من الميموري وتقدر تستور او تلود من الستاك واضح. وقلنا ان الستاك هو ايه ميموري برضو بس طريقة التعامل مع الستاك هي اللي ايه مختلفة بس واضح الكلام ده. لاحظ هنا في الستاك هنا بس مديلك اه صحيح ادرس بس دي ممكن شارحها انه البوش في العنوان اللي جيفن باي مين الستاك بوينتر لكن ممكن ما يقولكش جيفن باي الستاك بوينتر لان مفهوم ان الستاك عنوانه دايما منين الستاك بوينتر خلاص. لكن اللود والستور لا لازم يديني عنوان واضح الكلام ده. فده الفرق ما بين الستاك والبوش والبوب وما بين اللود. وده الميزه ان ليه الناس كلها بتعمل ستاك رغم ان الستاك
اسلوبه في الاداء يعني مش دايركت. الميزه فيه ان هو ما بتديش عنوان، ما بتديش ايه عنوان، لا دايركت ولا اندايركت، لان المفهوم اوتوماتيكالي العنوان ماخوذ منين؟ من الستاك بوينت. وحاجه تانية انك انت لما تروح تخزن او تجيب اوتوماتيكالي بيحصل ابديت للستاك كمان، فبالتالي يعني دايما العنوان بيبقى جاهز. ده بالنسبه للستاك، اما الميموري لا. اتفهمت؟ وطبعا كمان الميزه في الستاك انه نظرا لانه دايما عباره عن حاجات ورا بعضها، فبالتالي بيبقى انسب لتخزين بلوك من الداتا، انسب لتخزين بلوك من الايه؟ الداتا. عشان كده الناس كلها بتستخدم الايه؟ الستاك. هنا عمل بقى حاجتين يعني على اساس عنده ستاك وعنده اللود والستور بتاعت الميموري، وان كانوا الاثنين متكافئين. واضح؟ تعالوا نشوف بقى ايه الاكزامبل ده. الاكزامبل ده اهو لود ام ار 10 ار نود ار 1 ار 4، معناها ار 10 في العنوان البدايه خلاص، وبعد كده حط ار مثلا، قد يكون ار 10 عنوان البدايه اللي هو فيه ار نود. لو كان العنوان بيزيد، لو كان العنوان بايه بيزيد، او يكون في عنوان النهايه او الكبير يعني، ها لو كان العنوان بايه بيقل. فخد بالك من الحته دي، يعني دايما هنا لما تيجي تخزن خزن اللي هو الريجستر اللو في العنوان اللو، وخزن الريجستر الهاي في العنوان الايه الهاي، دايما كده. ده في اللود. والستور نفس الكلام، هجيب من العنوان الهاي واحط في الريجستر الايه الهاي، واجيب من العنوان اللو واحط في الريجستر الايه اللو. ده النظام من غير ما يقوله، لكن لانه هيقول على حاجه تانية بعد كده هنشوفها. لو لاحظت بقى هنا في عندي حاجه اسمها الادريسنج مود. ادريسنج مود يعني طريقه اللود او الستور. واضح؟ عنده في الانستراكشن لود ام دي اربع طرق للتنفيذ اسمهم الادريسنج مود. الطريقه الاولانيه بيسميها اي اي، يعني انكريمنت افتر، انكريمنت ايه افتر. اللي بعديها اسمها انكريمنت بيفور، انكريمنت ايه بيفور. خلاص هنشوف يعني ايه، بس فهموا المعنى بتاعته. ثم عنده ديكريمنت افتر، وبعد كده ديكريمنت بيفور. دول الاربعه طبعا بيشتغل بواحده بس، ولما تخزن بواحده لازم تسترجع بالايه المناسبه ليها، بالايه بالمناسبه ليها. وهنشوف يعني ايه بالمناسبه ليها، انه في عندي لود وعندي ايه ستور، فلازم يكون الستور لو كان لنفس الحاجه اللي انت خزنتها يبقى لازم تتبع الاسلوب المناسب لللود عشان تيجي لك الداتا زي ما انت ايه زي ما انت عاوزها. تعال نشوف ايه معناها بقى. انكريمنت افتر يعني معناها ايه يا جماعه؟ يعني معناها انه الريجستر اللي هو ار 10 ده بيشاور على مكان فاضي تقدر تخزن فيه، عشان كده قال لك انكريمنت ايه افتر. يعني ايه؟ يعني خزن وبعد كده ايه زود العنوان. ما احنا قلنا هنا دلوقتي خد بالك هتخزن كام حاجه؟ ثلاثة. مادام هتخزن ثلاثة يبقى معناها العنوان ده بتاع واحد بس دلوقتي، صح ولا لا؟ يعني ار 10 ما فيهاش غير عنوان واحد لمين؟ يا اما لده يا اما لده. واضح؟ طبقا لمين بقى؟ للادريسنج مود، طبقا للادريسنج ايه؟ مود. يبقى اذا معناها اما يقول لي انكريمنت افتر يعني معناها المكان اللي بيشاور عليه ار 10 ده دلوقتي فاضي تقدر تخزن فيه، لانه بيقول لي ما تزودوش غير بعد ما تخزن. واضح؟ انكريمنت ار 10 افتر ستورنج او افتر لودنج، ده معناه. خلاص؟ يعني معناها خزن الاول وبعد كده ايه؟ زود اهو. ولذلك بيقول لك ان ار 10 بيتشاور على المكان ده، وبما انك بتانكريمنت يبقى معناها ايه؟ العنوان اللي انت بادئ بيه صغير ولا كبير؟ يبقى نخزن مين الاول؟ الصغير اللي هو ار نود اهو. يبقى هنا ار 10 بيشاور على المكان ده، حط فيه ار نود على طول، وبعد كده هتخزن مين؟
يبقى لازم اعمل ايه بقى؟ انكريمنت. بس انكريمنت بعد ايه؟ بعد ما اكون خزنت. فهمت؟ ده معنى انكريمنت افضل. نعم. لا مش كلهم هتخزن اول حاجه بس، انت عم تنكريمنت عشان تخزن الباقيين. اصلا ار 10 ما يكونش فيها غير عنوان لحاجه واحده بس، مفهومه؟ ما انت بتنكريمنت ليه؟ عشان انا خزنت حاجه واحده عاوز العنوان بتاع الثانيه، مفهوم؟ ده السبب. وخد بالك كلمه انكريمنت هنا، لو حد يفكر انها انكريمنت يعني زود واحد، زود كام؟ اربعه، لان الوورد 32 بت، مفهومه؟ يبقى ده معنى انكريمنت افتر. يبقى هعمل ايه؟ ما دام انكريمنت افتر يبقى خزن، وبما ان بينكريمنت يبقى خزن الاول الصغير وبعد كده زود، يبقى بقى جاهز لمين؟ للعنوان اللي بعد كده اللي هو مين؟ ار 1. ادي خزنت ار 1 وبعد كده ايه؟ انكريمنت، ها؟ واخزن مين؟ ار 4. وايه؟ وايه بعد كده؟ انكريمنت. يبقى لاحظ بقى كده دلوقتي ار 10 هيبقى فيه كام؟ بيشاور على ده، بيشاور على ده، وده يعتبر ايه؟ فاضي. فهمت؟ يبقى انكريمنت افتر معناه ببدا بعنوان فاضي خلاص، وهبدا بتخزين اللو عشان يكملها انكريمنت. اتفهمت كده؟ طيب تعالى للطريقه الثانيه. طبعا لازم يحدد لي الطريقه، بس انا هنا بشرح لك ايه الطريقه، ايه الفرق بيني وبينك. تعالى للثانيه اسمها ايه؟ انكريمنت بيفور. يعني ايه بيفور؟ يعني قبل ما تلود اعمل ايه؟ حمل. طبعا دي لود حمل، انا دايما بشرحها لكم كانها ايه؟ خزن. لا ما هي هي حمل، بس طبعا هي نفس الفكره، نفس الفكره، بس خد بالك معناها هنا ده بيشاور على دي، يبقى هحمل دي في ارنود الاول وبعد كده ازود، ويبقى في العنوان ده اجيب دي احطها فين؟ في ار 1، وبعد كده ازود واجيب اللي هنا ده احطه فين؟ في ار 4. ده الانكريمنت افتر. تعالوا نشوف الانكريمنت بيفور معناها ايه؟ ما دام بيقول لي انكريمنت بيفور يبقى معناها بيشاور على مين؟ مكان مليان. ما دام بيقول لك ما تخزنش دلوقتي يبقى اكيد المكان ده ماله؟ مليان، في حاجه يعني مش بتاعتنا، يعني مش بتاعتك. خلاص؟ سواء بقى مليانه ولا مش فاضيه، يعني ما تخزنش في دي، امال خزن فين؟ في اللي بعد كده. فعشان كده بيقول لي انكريمنت بيفور يعني كان ار 10 اهو بيشاور على دي، ودي قلنا مالها؟ مليانة أو مش بتاعتنا، خلاص؟ يبقى إيه؟ هيزود وبعد كده يحط مين؟ آر نوت. أيوة ما هي ما هي زودة، ما هي دي آر 10 بتشاور على دي أهي، طبقا للكلام أهو. آر 10 بتشاور على دي. فهو بيقول لي لا انكريمنت بفور يبقى معناها هتشاور على فين؟ على اللي بعدها. يبقى هي بتشاور فعلا على دي. في كل دول آر 10 هنا، آر 10 في الصف ده على طول. واضح؟ بس الانكريمنت بفور معناها زود الاول وبعد كده ايه؟ لود. يبقى هحمل دي في ار نود وحمل بعد كده زود ار دي في ار نود وازود ار دي في ار نود، يعني اسف العب، ازود وحمل بعد كده ار نود من هنا، ازود وحمل ار 1 من هنا، صح؟ ازود وحمل ار 4 منين؟ من هنا. طب دلوقتي ار 10 بقى بيشاور على مين؟ على المكان اللي فيه ار 4، يعني بيزي ولا فاضي؟ بيزي. يبقى لو انت هتعاوز تكمل تاني يبقى معناها ايه؟ انكريمنت بفور، انكريمنت بفور. اتفهمت ليه انكريمنت بفور؟ طيب في عنده الطريقه الثالثه اسمها ديكريمنت افتر. ديكريمنت افتر، لاحظ هنا التخزين من لو لهاي. الديكريمنت الانكريمنت دايما من لو لهاي، الديكريمنت يبقى من هاي لايه؟ لو، ما دام بتنقص العنوان يبقى هتبدا بهاي ادرس. خلاص؟ طيب ادي الديكريمنت افتر. ديكريمنت افتر زي ما اتفقنا ار 10 بيشاور على المكان ده. بما انه بيقول لي ديكريمنت افتر يبقى بيشاور على مكان ايه؟ فاضي. او في المعلومه بتاعتك. حسب انت بتجيب. دي المعلومه بتاعتك هي دي. وفعلا هو بيشاور على دي. بس انت بتنكريمنت ولا بتديكريمنت؟ بالديكريمنت. يبقى العنوان اللي انت بتشاور عليه دلوقتي الهاي ولا اللو؟ الهاي. يبقى يتحط فين؟ في الهاي ريجستر. خلاص اهو، ولذلك دي هي هتتحط الاول بس في ار 4، بينما هنا كنا بنحط دي الاول صحيح بس فين؟ ف
بار نود عشان العنوان بيزيد، لكن هنا العنوان بيقل. خلاص يبقى هنحمل دي في ار 4 خلاص. وبعد كده قال لي اعمل ايه؟ ديكريمنت افتر. خلاص يبقى حملت وديكريمنت، يبقى بتشاور تشاور على دي. خلاص تشاور على دي احطها فين؟ فار 1 واعمل ايه؟ ديكريمنت. بتشاور على دي يبقى حمل دي في ار نود وايه؟ وديكريمنت. يبقى في النهايه بيشاور على ايه؟ مكان فاضي. يبقى كلامنا مظبوط. فهمت؟ طيب ال لا ما بدعتش كتابتها، احنا بنكتب هنا هنشوف بعد كده الفورمات بتكتبي ال دي ام واي اي او اي بي او دي اي او دي بي، ده الفورمات لما يجي يطلبها منك كده يكتبها لك كده لازم. السؤال ده انا مش عارف يعني انت تقصد ايه. طيب ماشي لا دي زي ثابته دي خلاص. اه دي ما بكتبهاش بقى. اه هو اوتوماتيك اللي بيترجم دي، يعني الكتابه دي ملهاش دعوه بيها، ملهاش دعوه بيها، بس طبعا هنا لازم تكتبيهم بالترتيب العادي تنازلي زي ما قلنا بالفورمات العادي، يعني بالترتيب بتاع الريجستر سواء فيهم كوما او فيهم ايه داش. خلاص طيب يبقى دي الانكريمنت ديكريمنت افتر شفناها. تعالى للديكريمنت بيفور. ديكريمنت بيفور بتقول ايه؟ ها اه الاول نقص العنوان، واضح نقص العنوان، بمعنى ار 10 بيشاور على دي زي ما اتفقنا. خلاص يبقى نقص العنوان يعني معناه هروح لعنوان يعتبر اعلى من اللي بعد كده صح. يبقى ده هاخد ده احطه فين؟ في الاعلى اللي هو ار 4 صح. وبعدين ديكريمنت وانا هنا اروح هنا فاجيب ده واحطه فين اهو صح. وبعد كده ديكريمنت اروح لده واجيبه واحطه فين؟ ار 4. وخلصت كده. بما انك بالديكريمنت بفور يبقى انت ار 10 بيشاور فين دلوقتي بعد ما تخلص دي؟ على مكان ايه؟ بيزي صح. يبقى فعلا منتفق مع الايه الكلام اللي احنا قلنا ده. هي الثلاث طرق او الاربع طرق بتاعتنا. ار 10 ده شايل ادرس جوه الميموري ولا شايل ادرس بيشاور على الريجستر؟ ازاي يعني شاور ادرس يشاور على هو الريجستر محتاج ادرس؟ لا طيب امال ايه؟ بيشاور بيشاور على مين يعني؟ هو في حاجه بتشاور عليها غير مين؟ طيب خلاص امال ايه؟ ايه انت مش فاهم الانستراكشن دي مشكله. الانستراكشن بتعمل ايه؟ في ريجستر صح. طيب طب الريجستر ده الميموري دي اللي انت عاوزها، مش عاوز الريجستر عنوان كعنوان ولا لا؟ وهو جاب تاخده منين؟ طيب يبقى ايه مهمه بقى ار 1 وار 2 وار 3؟ طيب طب انت عاوز ايه تاني؟ ما انت بتقول اهو، امال بتسال على ايه؟ قصدي يعني ار 10 المفروض بيشاور على حاجه جوه الميموري، بيشاور على يعني ايه بيشاور؟ ما بيدي عنوان للميموري، المقصود بيه الكونتنت بتاعت الميموري، مش الميموري كلها. الميموري كلها هشاور عليها كلها ازاي؟ انا بشاور على مكان العنوان بتاعه. وانت نسيت القوسين الكبار، القوسين الكبار دول ايه ميتته؟ واضح؟ معناها ان ده ادرس للميموري. خلاص؟ طيب خلاص كده اتفهمت دي يا جماعه؟ دي بقى البوش شرحناها، تعالوا نبص بقى للتفاصيل فيها. ادي كده الفورمات بتاعت الانستراكشن اهي يا جماعه. دي الفورمات بتاعت الانستراكشن. لود اي اي يعني افتر، هي اي بي بفور، دي اي دي بي وهكذا برضو، او ستور ميموري اي 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 بي دي اي دي بي. خلاص الستاك بيشتغل بنفس الاسلوب، وتقدر انك انت تستبدل الانستراكشن بتاعت الستاك بالانستراكشن بتاعت اللود لانهم زي بعض، بس ميزه الاستاك انه بيستخدم الاستاك بوينتر بينما الميموري ممكن تستخدم اي ريجستر. خلاص يعني العنوان في اللود ميموري بتبقى اللي هي مش الاستاك، اللود ميموري العاديه بيبقى من اي ريجستر، متحمل من اي ريجستر.
الاب، اما الانستراكشن بتاعه الستاك بيبقى الريجستر اللي هو فيه العنوان الستاك بوينتر. وبرده الستاك بوينتر في الستاك اوبريشنز بيبقى بالظبط شبيه بالميموري بس بفورمات اخرى اهو. نعم. هو بيبقى جيفن القيمه اللي فيه الديفولت اللي انت بتعرفها لما تيجي تعرف المنطقه. مش احنا قلنا اي برنامج فيه ايه ثلاثه سيجمنت، كود وداتا وستاك، فالستاك هو ده اللي بيحدد الكونتنت بتاعه الستاك اصلا، عشان كده مش محتاج انك انت تعمل. ما انا بقول لك هو بيتحدد الستاك بيبقى مكان معروف، ما ينفعش تديله اي قيمه. مش قلنا البرنامج دلوقتي انت ما تيجي تحط برنامج اتحط في مكان ثابت ولا لا؟ يبقى اذا الاستاك ماله؟ ها؟ مكان ثابت خلاص؟ فده الفرق. ادي المودز بتاعت الاستاك اوبريشن شبيهه بالثانيه بس الفورمات بتاعتها مختلفه. تعال نبص، بيقول لي طبعا لان دي الفورمات بتاعت الاستاك. الثانيه تنفع للميموري. هنا الاستاك لما تيجي تخزن يا جماعه بنخزن فين؟ معروف على الطب. واضح؟ والاستاك زي ما شفنا في 86 كان الاستاك بتاعه بالسالب، يعني ايه؟ يعني لما بيعمل بوش يعني بيحط في الميموري بينقص العنوان. يعني بيخزن في الهاي ويكمل في الايه؟ في اللو. طب لما يجي يعمل بوب يبقى بياخد من اللو ويطلع في الهاي. العكس. واضح؟ وطبعا خد بالك برضو، طب هو دلوقتي يا ترى بيخزن وبينقص ولا بينقص وبيخزن؟ واضح؟ عنده الاثنين، بس طبعا 8086 بيعمل حاجه واحده. 8086 ليه اسلوب واحد وبالتالي ما يهمكش، ما تفرقش بقى معاك يخزن الاول ولا ينقص، ولا ينقص الاول وايه؟ ويخزن. الكلام ده في البوش. في البوب بتبقى عكسها. في البوب بتبقى ايه؟ عكسها. يعني لو بينقص وبيخزن يبقى يعمل ايه الاول؟ يسترجع ويزود. يسترجع وايه؟ ويزود، زي ما قلنا العكس على طول. او لو كان بيخزن الاول وبعد كده ينقص يبقى التاني يعمل ايه؟ يزود الاول وبعد كده ايه؟ يحمل او يقرا او يسترجع الداتا. فهنا عشان كده بقى بيقول لك كده. طبعا خد بالك بقى، طب ليه يبدا بالتخزين وليه يبدا بالايه، او امتى يبدا بالتخزين وامتى يبدا بالتزويد او التنقيص؟ طبعا لو الاستاك مليان الطب مش فاضي يبقى يعمل ايه؟ لو الطب مش فاضي يعمل ايه؟ يزود الاول او ينقص الاول، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي حسب هو المكان اللي هيخزن فيه بالاستاك. اذا كان فاضي يخزن يبدا بالتخزين، اما اذا كان مليان يبدا بتغيير العنوان. ليه بقول بتغيير العنوان؟ لانه عنده طريقتين برضه، يا يغير العنوان بالتنقيص يا يغير العنوان بالايه؟ بالتزويد. ولذلك لاحظ كده العنوان يا زياده يا نقص، ادي اثنين. والمكان نفسه ها يا بيزي يا فاضي. مفهوم؟ المكان اللي هخزن فيه دلوقتي قد يكون في الاستاد يا اما فاضي يا اما ايه؟ مشغول. يبقى الاثنين دول والاثنين دول يدوني اربع احتمالات، مليان وبينقص او مليان وبايه؟ وبيزود. ادي احتمالين. ها الاحتمالين التانيين، مليان وبيزود او فاضي وبايه؟ وبيزود. واضح الكلام ده؟ واحد للتخزين وواحد للتنقيص زي هناك، بس هناك ما بيقك منه حتة الفاضي دي مش واردة شوية لأن الميموري كبيرة. واضح؟ فقال لك خزن وبعد كده نقص، ما قالكش شوفه فاضي ولا مليان لأن الميموري كبيرة. أما الاستاك ما عندكش غير مكان واحد، فده السبب في تغيير الاسم. سبب تغيير الاسم إن الاستاك بيخزن فين يا جماعة؟ فين؟ في الطب. طب ده مكان ولا عشرة؟ مكان واحد، صح؟ يبقى لازم قبل ما يخزن يتست هل هو المكان ده فاضي؟ طبعا فاضي او مليان تبقى لاسلوب الاداء بتاعه، تبقى لاسلوب الاداء. هل هو بيخزن ثم
يغير العنوان ولا بيغير العنوان الاول وايه ويخزن. هو هنا بقى في النظام ده عنده الاربع احتمالات، شغال بالاربع احتمالات، بينما البروسيسور زي 8086 ما عندوش غير ايه احتمال واحد، ما فيش كلام فيه خلاص كده. وحتى يعني تشتغل من غير ما تعرف بتقول له بوش، خلاص بوش، هو هيعملها بطريقته، بوب هيعملها بايه بطريقته. هنا لا، هنا اهو في عنده فول اسندنج، ما بيقول لي جروز اب يعني العنوان بيتزايد، والستاك بوينت تو ذا هايست ادريس كونتيننج فاليد، يبقى بيشاور على مكان فيه فاليو، واضح مش فاضي. طيب ده الاولانيه. الثانيه امتي اسندنج، معناها ايه؟ زي دي عنوان متزايد لكنه بيشاور على مكان ايه فاضي، يبقى لما يجي يخزن يعمل ايه؟ يخزن وبعد كده يزود. طب لما يجي يسترجع لا ينقص وبعد كده يحمل، وبعد كده قصدي يخزن او يحمل حسب لا يبوش ولا بوب. طيب فول اسندنج لا عكس دي، فول ديسندنج، فول ديسندنج، فول ديسندنج يعني بيشاور على مكان بيزي ما ينفعش اخزن فيه، بعمل ايه الاول؟ انقص خلاص وبعد كده اخزن او استرجع لو حسب اللي انت بتعمل ايه. الثانيه امتي ديسندنج يبقى ايه؟ تخزن الاول. لاحظ انه الفورمات زي الثانيه ولا لا؟ بس بكلمه او الرمز مختلف، لان دي على الستاك ودي على نعم. اثنين ايه؟ لا هنا برضو بيعرفها من الستاك، مش مهمتنا دلوقتي يعني، بس ما فيش مشكلة فيه. هناك طبعا كان برضو بيعرف، بس برضو ما فيش حاجة تقول الكلام ده، هو لما بيجي بيكسكيوت بيبقى عنده ليميت لكل من الحاجات دي، فبالتالي هنا ما فيش مشكلة خلاص كده. طيب ادي كده طريقة التخزين في الستاك، ادي طريقة التخزين في الستاك. بيقول لي ستور مالتيبل اف دي، اف دي يعني فول ديسندنج، فول ايه ديسندنج يعني العنوان ماله بيقل، يبقى هنخزن مين الاول؟ ما انا بقول لك هنا ستور، يبقى هنخزن مين الاول؟ الهاي، ريجستر الهاي، صح ولا لا؟ فمثلا دي هنا الانستراكشن اهي بيقول لي ستور اف دي اس بي، مش شرط كان يقول لي اس بي لانه احنا عارفين ما دام بتخزن في الستاك يبقى اس بي، بس هنا ليه قال اس بي؟ لان نفس الانستراكشن ده ايه هي برضه بتاعته بتاعت الايه الستاك، ما استخدمش بوش وايه وبوب، فبالتالي ما فيش مشكله. دي شكل الفورمات اس تي ام اف دي واس بي، وحاطط على الاس بي علامه الابديت اللي هي علامه التعجب خلاص. وبعد كده قال لي ار نوت كوما ار 1 كوما ار 3 لحد ار 5 كوما ار 3 لحد ار ايه 5، واحنا قلنا دي ايه فول ايه ديستنج، فول يعني معناها مليان، يبقى اعمل ايه الاول؟ نقص. بص كده الستاك بوينتر بيشاور على ايه اهو، قال لك الاولد اس بي بيشاور على دي، واضح. ودي قلنا يا مالها فول، مش او مش من حق اخزن فيها، فنقصت وحطيت مين الاول؟ ار 5 لان العنوان ده هو الهاي يعتبر، لان بنقص فبحط فيه ار 5 وبعدين ها نقص وخزن ار 4 نقص وخزن ار 3 نقص وخزن ار 1 نقص وخزن مين؟ ار نود. هنقص تاني ولا خلاص نستوب؟ نستوب. يبقى الاس بي بقى في مين؟ ار نود اللي هي يعتبر مكان ايه؟ بيزي. يبقى بالتالي كلامنا صح، واضح. طيب ده الطريقه الاولانيه اللي فول فولي ديسندنج. تعالى للثانيه امتي ديسندنج. امتي ديسندنج يعني معناه المكان ده فاضي، يبقى اقدر ابدا بيه ولا لا؟ فابدا بيه اهو، يبقى اخزن وازود، اخزن وازود، اخزن وازود، اخزن وازود، وبعد كده هتلاقي نفسي بقيت بشاور على ده وده مكان ايه فاضي، خلاص ما فيش مشكله. فهمت دي؟ نعم. حسب اف دي ولا اف
اي دي. ايه؟ طبعا ما تخزنش فيه يعني. اوعى تخزن فيه، سيبنا بقى مليان ولا فاضي ما تخزنش فيه. خلاص؟ طيب. تعال نشوف الاثنين التانيين، الاثنين التانيين بيقول لي فول اسندنج. فول ايه؟ اسندنج. اسندنج يعني العنوان بي ايه؟ بيزيد. ويبقى انت بتشاور دلوقتي على عنوان ايه؟ اقل. يبقى هتخزن فيه مين؟ الاقل. واضح؟ الريجستر الاقل. وبالتالي كمان بيقول لي ايه كمان؟ فول اسندنج. فول يعني معناه المكان اللي بيشاور عليه الستاك بوينتر ماله ما ينفعش اخزن فيه. يبقى اعمل ايه الاول؟ ازود. اهو فعلا هو بيشاور على ده، قال لي زود ما تخزنش على طول. لا زودت وحطيت ارنود، وبعدين زودت ار 1 ها ار 3 ار 4 ار 5، وفي النهايه بشاور على مكان بيزي فعلا. ده لو ايه؟ لو فول اسندنج. لو فول اسندنج فول اهو شاور على مكان فول. واضح؟ ما خزناش هنا. طيب نيجي للي بعديها امتي ها اسندنج. امتي اسندنج يبقى معناها ابدا بالتخزين قبل الزياده. ابدا بالتخزين قبل الزياده اهو، يبقى معناها المكان اللي بيشاور عليها احط فيه ار نوت وازود، ار نوت ار 1 وازود، ار 2 او 3 وازود، ار 4 وازود، ار 5 وازود. يبقى انا بشاور على ده وده مكان ايه؟ فاضي. فهمت؟ اكيد دلوقتي باين ان في ها تشابه بينها وبين الايه؟ المالتيبل ميموري. هنا فول اسندنج، هناك ايه؟ انكريمنت افتر وانكريمنت بيفور، ديكريمنت افتر وديكريمنت بيفور. ما دام في انكريمنت يبقى برضه زي الانكريمنت زي الاسندنج. الانكريمنت زي الاسندنج والديكريمنت زي الديسندنج. طيب والثانيه افتر زي ايه؟ لا زي زي الفول. افتر زي لا الامتي. افتر زي الامتي. الافتر زي الامتي والبيفور زي الايه؟ الفول. واضح؟ بفول يعني بفور يعني قبل ما تخزن ها زود. ليه قبليها؟ اصل المكان ده ايه؟ فول. ده السبب. فبالتالي عشان كده ايه؟ متشابهين زي ما قلنا. طيب مش انت اللي بتبص، ده طبعا اسلوب اداء. اه 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 لو فل يبقى زود الاول او غير العنوان. لو انا عايز ابوش. اه اه انت قصدك انت بتحسب البوش والبوب. ما هو طبعا بتبقى العكس على طول. تعال نشوف كده. عاوز لود وهو بيقول لي امتي ديسندنج مثلا وانا عاوز الود، يبقى اعمل ايه؟ امتي. خلاص. طب لو عاوز ستور وهو امتي، خلاص استور على طول. واضح؟ هتلاقي اصلا في الستاك العكس، عكس البوش عكس البوب دايما كده. ما احنا قلنا برضو لازم يتعمل له كده، بس هي النقطة خد بالك في الستاك بوينتر حاطين له العلامة اللي هي دي. بص هي مش باينة العلامة دي. اه دي لأن لازم الستاك بوينتر يتغير على طول. الار 10 مش شرط. واضح؟ لأنك أنت مش شرط تستخدم ار 10 بعد كده، ومش شرط تتعامل مع ميموري كابلوك ورا بعضه. واضح؟ لو كان في حاجة تانية معلش. الأبديت ده يعني اقصد الابديت مش شرط مع الميموري لكن شرط مع الاستاك لما تخزن مع الاستاك. دي هنا يا جماعه العلاقه ما بين الفول اسندنج والديسندنج وبرده الامتي اسندنج والامتي ديسندنج لكل من الانستراكشنز بتاعه البوش والبوب او علاقتهم بالبوش والبوب. فبيقول لي دي ستور فول اسندنج زي البوش او زي ستارت او ستور مالتيبل انكريمنت بيفور. اهو قال لي دي زي دي. ولود ام اف ايه زي لود ام دي ايه.
اللي احنا قلنا عليه. بس هنا افتر وهنا السندنج. خد بالك الايه هنا مش هي الايه هنا. الايه هنا دي افتر بينما الايه هنا ايه السندنج. واضح؟ وبرضو الفول مختلفة عن هنا. الفول هنا بدلها دي، كأن الدي هي المرادف للايه مثلا. واضح؟ اما الاف مضادف للبيفور وللآي، او البيفور والافتر يعني. بس فدي هنا الايكوفلنت انستراكشن، دي بتاعت الاستاك ودي بتاعت الايه الميموري مالتيبل. الميموري مالتيبل هتبقى كده وهكذا. دي للامتي، دي للفول اسندنج، امتي اسندنج، فول ديسندنج، فول امتي ديسندنج. دول العلاقه بين اللي قبليه قبل كده وبتوع الاستاك. نيجي بعد كده لبعض الانستراكشن اللي هي زي السواب. السواب بتبدل، وزي ما قلت ممكن ما تحتاج لهاش كتير، لكنها مهمه جدا في الاوبريتنج سيستم زي ما قلنا قبل كده. قلت لكم السواب في الاوبريتنج سيستم مهمه، لانها عن طريقها بتعمل حاجه اسمها سيمافور. سيمافور يعني معناها انك انت تضمن انك انت تعمل اوبريشن كامله من يوزر واحد، او بروجرام لما تكون عندك مالتي تاسكن او حاجه عاوز تعمل لها شيرنج. وذكرت لكم مثال على موضوع الشيرنج ده. الشيرنج ده ناس كتيره بتشير الحاجات دي. طبعا لو كانت بتشير الحاجات دي وبتقراها يعني ما بتعدلش فيها ما فيش مشكله، ما فيش مشكله في الايه في الشيرنج. لكن افترض ان في حد بيعدل فيها، او في بعض اليوزر هيدخله ويعدله. واضح؟ الدخول والتعديل هنا لازم اضمن انه محدش يدخل اثناء التعديل. واضح ولا لا؟ لانه لو دخل اثناء التعديل هيبقى لسه التعديل ما خلصش، يبقى هياخد معلومه ايه غير صحيحه، مش كده؟ فبالتالي يبقى لما حد يدخل يعدل يعني يعمل رايت. تعديل معناه يعمل رايت. لو حد دخل حته شيرد تو رايت، يبقى نقول للباقيين ممنوع حد ايه يخش لحد ما تخلص عملية الايه الرايت. مش ممنوع حد يخش خالص، لا، لحد ما تخلص عملية التعديل، بعد كده الناس تخش. يبقى كان في هنا تاسكات كتيرة كلها مثلا ريد، بس في منهم تاسك واحد ايه رايت. التاسك الرايت زي ما قلنا ده اللي احنا عاوزينه يدخل اكسكلوسيف. واضح؟ محدش يخش غير اللي بيعمل ايه رايت. وحتى لو كان في اكتر من واحد بيعمل رايت ما ينفعش كلهم يدخلوا مع بعض. واضح؟ واضح الفرق؟ انه الرايت في حاله الرايت ما ينفعش كل الناس تعمل رايت في وقت واحد، لازم برضو يدخلوا بس كل واحد ايه لوحده. يبقى الاكسس للرايت اكسكلوسيف، واحد بس اللي ايه اللي نفذه، لكن الاكسس للريد ممكن يبقى ايه مالتيبل. ازاي بقى اخلي الحاجه اكسكلوسيف؟ اعمل لها سيمافور. اعمل لها ايه سيمافور. السيمافور ده اصلا متاخد من القطر. عارفين القطر بيبقى ايه في تحويله كده بتيجي بتمنع القطر، تقول له ايه ستوب ما تمشيش دلوقتي او امشي بعد كده. ده كان اسمه السيمافور، كانت عباره عن اشاره. طبعا زمان ما كانش فيه الاشارات المروريه اللي انتوا عارفينها دي، فكانوا عاملين الاشاره المروريه عباره عن ايه لمبه كده محطوطه وعليها حاجه بتتحرك كده، وهي محطوطه كده هتتلاقي ايه الاشاره دي او اللون ده احمر. فاللي يشوف الراجل اللي سايق القطر يشوف اللون احمر بتاع الضوء، فمعناه ايه ستوب. لما يجي يسمح للقطر يمشي يخلي الاشاره دي تنزل كده، يقوم بدل ما يبقى الضوء على الاحمر يبقى على الايه الاخضر. ده هو ده السيمافور، كان بيبقى بالشكل ده، فمعناها ايه القطر ايه يمشي. وطبعا بالنهار مش هيشوف الضوء، فهيشوف الاشاره انها ايه نازله لتحت بالشكل ده او طالعه كده. فده هو ده كان السيمافور. ففي الحاله دي بيسمح للقطر انه يمشي ويخش التحويله دي او ما يسمحش. اتفهمت؟ فخدوا منها هنا برضو نفس الكلام، هسمح لليوزر، خدوا الاسم يعني مش خدوا الاشاره دي، خدوا الاسم ان هو سيمافور معناها حاجه او تاسك يسمح بدخول واحد بس لسكشن معين من البروجرام، بيسموه كريتيكال سكشن. واضح؟ فيسمح انك انت تخش الكريتيكال سكشن ده. واضح؟ والكريتيكال سكشن ده كريتيكال يعني معناه لو واحد تواجد فيه غير مسموح لاي حد ايه
يدخل لنفس الايه السكشن ده في نفس الوقت. فعلشان كده بيجي بيبقى عاوز حاجه تعمل عمليه الدخول الاكسكلوسيف دي، واضح؟ يعني حاجه تضمن ان الراجل عمل التاسك بتاعه من الاول للاخر بدون ايه مقاطعه، بدون ايه مقاطعه. هي دي النقطه المهمه. فكانوا بيعملوا الانستراكشن اللي هي السواب دي. عشان كده السواب دي بتتعمل يا جماعه خد بالك بيعمل ايه بيها فيها، بياخد حاجه من الميموري ها يحطها فين في ريجستر، واضح؟ انت لو جيت بصيت لعمليه تاخد حاجه، نعم ان احنا ايه ما هو ده اللي انا بقوله بشرحها اهو لسه ما قلتش حاجه. بياخد حاجه من الميموري يحطها فين في ريجستر، وياخد حاجه من الريجستر يحطها في الايه في الميموري، صح؟ يعني دول عمليتين ولا عمليه واحده؟ عمليتين بس بيعملهم كانهم عمليه واحده غير مسموح بالمقاطعه فيها. يعني لما بيجي بينفذها بالذات طبعا يمكن هنا قد تكون صعبه عليكم لانها داخله على الميموري، لكن في 80 86 بيعملها ازاي؟ تو ريجستر بيبدلهم، تو ريجستر بيبدله. عمليه التبديل دي احنا قلنا عباره عن ايه يا جماعه اصلا لو فرضتها عباره عن ايه؟ ثلاث عمليات، صح ولا لا؟ لا، بينفذ الثلاث عمليات دول كايه عمليه واحده. فبالتالي من هنا بيعمل بالشكل ده السيمافور بتاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا لقيت اللي هنا راح هنا يبقى العمليه دي ايه تم تنفيذها، صح؟ يعني لو حصل التبديل يبقى دم تم الايه تنفيذ السواب، صح ولا لا؟ يبقى معناها العمليه الموازيه ليها اللي احنا عاوزينها ها تتنفذ، واضح؟ بمعنى ايه؟ بمعنى بعمل قبل ما اخش اجي اعمل عمليه تبديل، اجي اعمل عمليه تبديل. التبديل ده بتست الاشاره اللي هي بتسمح بالدخول، بتست الاشاره اللي هي بتسمح لي ان انا اخش اعدل في البرنامج، خلاص؟ لما تست بص يا اما هتكون زيرو يا اما هتكون ايه؟ واحد. لو لقيتها زيرو معناها اخش ادخل واخليها قبل ما ادخل اخليها بكام؟ بواحد، كويس. يجي واحد تاني عاوز يدخل، واضح؟ قبل ما يدخل يجي يبص للفاليو اللي هي بنسميها السيمافور دي اللي بيحصل لها تبديل. اذا لقاها واحد معناها في حد فين؟ جوه، يبقى ما يدخلش، خلاص كده؟ وهكذا كل شويه يعمل لها تيست بكام؟ بواحد، ممنوع الدخول، واضح؟ بعد كده اما اخرج انا من الكريتيكال سيكشن بتاعي ده بروح اعمل ايه؟ سواب بالعكس واخلي الواحد بقت كام؟ زيرو. يجي واحد تاني عاوز يدخل بقى، طبعا في كذا واحد بيتسابقوا، اكيد اللي هيعمل العمليه دي واحد بس، لان الانستراكشن دي ما تتمش تنفيذها من غير من مين؟ واحد بس، صح؟ فهو اللي يجي تلاقيها صفر يروح مبدلها واحد قبل ما الاخرين يبدلوها، وبالتالي يبقى هو اللي مسموح له يدخل ايه؟ الكريتيكال سيكشن ده، خلاص؟ يجي اي حد تاني عاوز يخش ها تلاقيها ايه؟ معناها السيمافور مقفول ما تخش، وهكذا. فهي دي الفكره في السواب ده. يعني طبعا ده يعني نقدر نقول من اهم الايه الابلكيشن بتاعت السواب، والا تحتاج في حاجات تانية ليها حاجات كتير، بس هي ده قلتها علشان كده اهو. بيقول لي يوسفول فور امبلمنتنج ايه سينكرونايزيشن بريمتيف لايك سيمافور. سينكرونايزيشن بريمتيف يعني معناها سينكرونايزيشن هنا معناها انك تسمح لحد واحد بس انه يابديت حاجه معينه، واضح؟ عندك 10 ما ينفعش اتنين يعملوا ايه ابديتنج للشيء للسكشن ده او الحاجه دي في وقت ايه في وقت واحد. لا، هي المفروض بيعملها بحيث تبقى بيسموها اتوميك انستراكشن. لا، ما احنا عملناها قبل كده، عملناها في الريجستر ترانسفير، انك انت يكون عندك الباص من التراي ستيت، فاكر التراي ستيت باص؟ طيب ماشي. لا ماشي، بس هو ممكن يكون عاملها كده مخصوص، عاملها مخصوص بدي، ما هي ما تنفعش في السنجل، صح ولا لا؟ لكن ما دام هو عاملها يبقى معناها عنده ايه؟ يا اما بس مخصوص او اي طريقه تانية، واضح؟ طيب
تعال نشوف بقيه الانستراكشن. عندك كنترول فلو انستراكشن. الفلو انستراكشن الكنترول فلو دايما بنقول عليها اللي هي الانستراكشنز اللي هي بتغير البرنامج من مكان لمكان. البرنامج بنفسه مش الداتا. احنا قلنا في برامج وفي داتا وفي ستات مش كده؟ طيب الداتا لما اروح من حته لحته ما فيهاش مشكله عادي. انا دلوقتي رايح اجيب داتا من المكان ده بحدد الليبل، عاوز المكان الثاني الليبل الثاني وهكذا، صح ولا لا؟ فده ما فيهوش مشكله في الداتا. اما في في البروجرامز لا، البروجرام بقى ممكن اكون شغال في حته واسيبها واروح اشتغل في ايه؟ في حته ثانيه. لاحظ كده ان احنا لما بنشتغل عند نقطه كل الكنترول سيركت بتاعتي بتبقى مركزه فين؟ في النقطه دي، صح؟ طب لو سبتها ورحت نقطه ثانيه ايه اللي هيحصل للكنترول؟ هينتقل الكنترول للحته اكنك يعني نقلت. طبعا هو مش هتنقل، كنترول دي دايره ثابته بمكانها، لكن كان السيجنال بتطلع تخص الكنترول تخص قصدي الانستراكشن الثاني. فعلشان كده بيسموها كنترول فلو انستراكشن. ودي زي ايه؟ زي الجامب سواء كونديشنال او كونديشنال، زي الكول، زي الانتربت. كل دي داخله تحت الانستراكشن دي. ففي منها برانش انستراكشن، ودي شفناها 80 قبل في الحاجات اللي احنا عملناها. في كونديشنال برانشز برضو شفناها طبعا، يعني البرانش ان كونديشنال وبرانش كونديشنال. وفي كونديشنال اكسكيوشن، دي مش موجوده في اللي خدناه قبل كده. كونديشنال اكسكيوشن يعني انفذ او لا طبقا للكونديشن. وكذلك برانش اند لينك، دي هنا ما عندوش حاجه اسمها كول. الانستراكشن اسمها كول مش موجوده عندي، بديل ليها هي دي برانش ولينك. واضح؟ هو الكول بتعمل ايه يا جماعه؟ الكول بتعمل برانش او جامب، بس مطلوب ان انت تعمل ايه؟ ترجع تاني بريتير، صح؟ يعني كانك الكول تقدر تقول عليها جامب، بس سميتها كول ليه؟ عشان تبقى ليها انستراكشن تاني اسمها ريتير. خلاص كده؟ اما هنا ما عندوش غير برانش. واضح؟ بس البرانش ده لو انت عاوز ترجع له يبقى اعمل لينك، مش عاوز ترجع له يبقى خليك مع برانش بس. وده هناك برضو كده، يبقى كان اللينك زي اشاره الريتير. طيب اخر حاجه سب روتين ريتير انستراكشن، برضو هي زي دي، هتلاقيها زي دي. طيب تعال نشوفهم واحده واحده. اولا ده شكل الفورمات بتاعه البرانش، بسيطه زي ما شفناها في الميبس. فاكرين الميبس؟ اهو طبعا هنا دي حته زياده. ليه دي زياده؟ لان ده مش موجوده في الميبس، ما عندوش تنفيذ انستراكشن طبقا للايه؟ للكونديشن. فهنا بما ان الكونديشن موجود فخلاص اعمل دي. لكن خد بالك بقى، حط كود بس زي ما احنا كنا عاملين برضو مع الميبس. فاكرين يا جماعه الميبس؟ الميبس كان عنده كود، وده كله ايه بقى؟ الاوفست اللي انت بتجنب عليه، وقلنا بنكمله علشان يبقى 32 بت. فبرضه هنا بيعمل حاجه كده، بس مش بيكمل بقى زي هناك، لا بيجمع. هنشوف ازاي. خلاص. وهنا دي بقى يا ترى، اصل البرانش الكود ده بتاعه ثابت، يا ترى هتعمل برانش ويز لينك ولا هتعمل برانش من غير لينك؟ فعلشان كده قال لك ال دي هي قيمتها زيرو برانش بس، واحد برانش ويز لينك بس، ده الفرق. والباقي بقى هو ده عباره عن الاوفست. الاوفست بقى بيقول لي ان البروسيسور كور شيفت الاوفست فيلد 2 بوزيشن، زي الكلام اللي احنا قلناه على الميبس. فاكرين الميبس؟ قلنا خدنا العنوان ده عملنا له ايه؟ ها؟ شيفت 2 حطيناها. احنا قلنا مش هنعمل شيفت، قلنا كان كونكاتينيت، لازم الزق 2. هي دي بالظبط، هي دي. خلاص. فبالتالي دول كام بيت كانوا؟ 24، يبقوا 26. اهو 26 يعني معناها بتعمل بقى الباقي 2 بوزيشن، وبعد كده ساين اكستند ات اند اد ات تو بي سي. يعني 26 بت كملهم بالساين اكستنشن واجمعهم على الايه؟ البي سي. يبقى ده جامب او برانش ريليتيف ويز ريسبكت تو البي سي، يا اما فوق يا اما ايه؟ تحت البي سي. فهمت؟ طبعا هنا بيقول لي زائد او ناقص 32 بايت ميجا بايت، لانه قلنا البي سي 32 بت، يعني دايما العنوان يكون ايه؟ 32 ميجا بايت رينج. لا اسف، 32 ميجا بايت ده اللي هو القيمه دي، لان احنا قلنا هنا كام بيت دول؟
24 واعمل شيفت يبقى كام؟ 26. 26 يعني 2 اس 6 ميجا، يعني 64 ميجا، صح ولا لا؟ بس احنا قلنا ريلاتيف، يعني نصهم فورورد ونصهم ايه؟ ريفيرس، اللي هي 32 ميجا بايت رينج، اما فوق او تحت. ده البرانش. نعم؟ تاني، ما احنا قلنا البيتس دول كام؟ 24. لو ضربنا لهم 2 بقوا كام؟ 26. يبقى الفاليو كلها كام؟ 26، يعني 64 ميجا. 64 ميجا القيمه كلها، 64 ميجا. واضح؟ 64 ميجا ده كل الرينج، بس انا بعمله ريلاتيف مع البي سي، يعني معناها ال 64 دول هقسمهم نصين، نص يبقى ايه؟ بوزيتيف جامب، ونص يبقى ايه؟ نيجاتيف جامب. اهو عشان كده قال لي زائد او ناقص 32 ميجا بايت. دي الانستراكشن الاولانيه، بيقول لي برانش ويديني ليبل على طول، والليبل قلنا مسافه زي ما قلنا عليها فورورد او ريفيرس. بيقول لي الادرس ليبل ستورد ان ذا انستراكشن، طبعا واضح ان ده في الانستراكشن، وبعد كده سايند بي سي ريلاتيف اوفست، بعد كده بيتجمع باشارته مع البي ايه؟ مع البي سي، يبقى ده العنوان الفعلي اللي انت هتروحه. كونديشنال برانش مع الليبل، مع الليبل برضه نفس الكلام، ممكن يبقى ده كونديشنال برانش بتبقى زي دي ومعاها كونديشن، والكونديشن ليه البيتس بتوعه، يعني جامب لو ماينس، جامب لو بوزيتيف، جامب لو كاري، وهكذا. واضح؟ فبالظبط ده زيادها بس في كونديشن. خلاص؟ وبقى برانش لو كونديشن متحقق، ومفيش برانش لو كونديشن مش متحقق. مثال على كده اهو، مثلا ادي مثال شامل الانستراكشن اللي قبل كده. بيقول لي ايه؟ لود مالتيبل انكريمنت افتر ار 9 وار 0 لحد ار 7. ماذا تعني دي؟ من ار 0 اسف من ار 0 لار 9 7 ما تعمل ايه دي؟ طيب وايه؟ واعمل انكريمنت افتر. خلاص؟ يعني معناها دي هتروح تحمل من الميموري الثمانية ريجستر دول. واضح؟ هتحملهم من الميموري بكام فاليو؟ ها؟ 8 وورد. مش دول 8 ريجستر؟ يبقى هيشيلوا 8 وورد. خلاص كده؟ وبعدين اس تي ام اي اي، يعني ايه؟ ستور برضه انكريمنت افتر، يعني بلوك تاني من الميموري، كان عندي اثنين بلوكس اهو، ادي الميموري اهي. وعندي بلوك هنا ده السورس او الداتا اللي انا عاوز انقلها، عاوز انقلها هنا في الحته دي. واضح؟ كان العنوان ده هو هنا بيقول لي انكريمنت ايه؟ افتر، يعني العنوان يتزايد ولا يقل؟ يتزايد. يبقى ار 9 صغيره ولا كبيره؟ ها؟ صغيره. يبقى لو قلت ان ده العنوان اللو وده العنوان الهاي، ينفع كده وينفع العكس، مفيش مشكله، تقدر تسمع. يبقى اذا ار 9 بتشاور على ده، دي ار 9، وار 10 ها بتشاور على ده، مش كده؟ مستني ار 10؟ ار 10 بتشاور على ده. وانا عاوز انقل من هنا لهنا ديستنيشن. مفهومه؟ عاوز بقى انقل من اول هنا لحد هنا بثمانيات مع بعض. يبقى هنقل اول مجموعه، اول 8 ووردز هنقلهم من هنا لهنا، كويس؟ دي الخطوه الاولى والثانيه. مفهومه ولا مش صعبه؟ بلود 8 وبعد كده اعمل لهم ايه؟ ستور الثمانيه، ثم اكمبير ار 9 وار 11. ار 9 وار 11، ايه ار 9 وار 11؟ ار 11 بتشاور على نهايه السورس. ار 11 بتشاور على ايه؟ نهايه السورس. فعشان تعرف هل كملت البلوك ولا لا، كملت البلوك ولا ايه؟ لا، ده السبب ان هو بيقول لك اعمل كده. مفهوم؟ فطبعا واضح بما انها بتنايل السورس، يبقى لما تقارن ار 9 مع ار 11 ايه اللي هيحصل؟ ها؟
يعني هتعرف اذا كان فعلا تعديت المنطقه دي اللي هي الليميت ولا ايه لسه مفهوم. فانت بتكمبير ار 9 مع ار 11 وتقول له برانش نوت ايكوال، برانش نوت ايكوال للو. طبعا هنا هو كاتبها كده الريفرنس، بس انا ما حبسش انك انت تكتبها كده. ليه؟ لسبب، لانه قال قايل لك نوت ايكوال، يعني ايكوال ولا مش ايكوال. واضح؟ ايكوال ولا مش ايكوال فيها كريتيكال شويه. لو فرض انه مثلا افترض انه السورس مش مضاعفات 8، يعني لاحظ كده انت بتنقل كم في المره الواحده؟ 8، مش من ار نود لار 7، يبقى بتنقل 8 وورد في الايه؟ في المره الواحده. واضح؟ يبقى افرض انه مثلا حسبتها غلط، انه ار 11 يعني بدل ما تقول 8 في 8 مثلا، لو كانت هتنقل على 8 مرات يبقى 64، قلت مثلا 63. واضح؟ فدي فيها كريتيكال، يا اما تقول انها ايكوال او جريتر. يفضل انك انت تقول ايكوال او ايه؟ جريتر او جريتر او ايكوال. نعم. دي فيها العنوان ده اهو، مش ده البلوك اللي انا عاوز انقله؟ ماليش دعوه ب 8 بقى، انا ده زي ما يكون ده كتير بس بنقله تمانيات. فاهم قصدي ايه؟ يعني ده 1 كيلو بايت، هل اقدر انقل 1 كيلو بايت مباشره من هنا لهنا بالانستراكشن دي؟ طيب دي بتعمل ايه؟ طيب دي ها بس 8 صح ولا لا؟ بس ده 1 كيلو. بتساوي دي؟ ايوه، لما ار 9 تساوي دي يبقى انا فين؟ انا كده ايوه خلاص، هو ده اللي بقول لك عليه. ما انا بقول لك كده، كان لسه مش يعني لسه ما وصلش لار 11 كمل، يعني دي لوب. مفهوم يا جماعه؟ اهو يعني لو فرض ان انا بقارن ده اللي هو البدايه مع ده اللي هو بقعد ازوده كل شويه، اهو برانش نوت ايكوال وهكذا، يبقى بالتالي هستوب. ده ثابت طبعا ار 11، لكن ار 9 هي اللي ايه؟ هي اللي بتزيد. ايه؟ هي انستراكشن واحده. ما لناش دعوه، ما مش عاوزك تتلخبط في دي. طبعا هي كده، ما ينفعش ان انا انقل حاجه من الميموري اكتر من وورد، لان ما لهاش غير ادرس واحد وداتا واحده. مفهوم؟ فلازم دي تبقى فاهمها باي ديفولت. لو قعدت اقولها لك كتير كده هتبقى معناها ان انت مش فاهمها، لا مش هتركز. انه باي ديفولت المفروض ان انا فاهم، ما اقدرش انقل في المره الواحده من الميموري غير وورد واحد. واضح؟ دي بتنقل كام؟ 8. ما ينفعوش في ايه؟ بس هو ده اللي بقول لك عليه. خلاص كده؟ يبقى لاحظ كده، ار 9 بتتغير لكن ار 11 مالها؟ ثابته، لانها بتشاور على مكان ثابت. يبقى أول ما يبقى دي تساوي دي يبقى أنا خلصت، أو أكبر منها يبقى أنا إيه؟ خلصت كده. واضح؟ يبقى بالشكل ده هنا، ده الانستراكشن دي. طبعا هنا بيقول لي بقى برانش نوت ايكوال للوب، أدي اللوب أهو، يعني نرجع تاني هنا. لو كان نوت ايكوال، لو كان ار 9 أقل ها لا يساوي ار 11. طبعا زي ما قلت لا يساوي مش حلو قوي، لكن قول إيه لو ليس ذان أو ايكوال، ليس ذان أو ايكوال. خلاص ايوه ايوه قلت كده اه ايوه، انت محطوط كده، ما لازم انت اللي عاملها. هو مين اللي عاوز ينقل ده، انا ولا انت ولا احنا الاثنين؟ نعم في لا محتاجها ضروري ضروري، لا ما يعملهاش لوحده، ده قلنا الاستاك اللي بيعملها لوحده. لكن هنا طبعا مش متحططها. ليه؟ لانك انت اصلك ما تعرفش البلوك اللي هتنقله ان جنرال قد ايه، وادي عاوز تنقلها مره واحده خلاص، ما تحطش ابديت. هنا دي كتيره ما اعرفش بقى، يبقى لازم اعملها. لا ما لا مع البوش اه، لكن هنا برضو لما تكتبها بالفورمات دي يبقى كده. نعم جواه ايه؟ ما هو اهو الادرس، ادي ار 9 جواه اول عنوان، وانت بتقعد بقى تاخد اول عنوان وتزود. مش قلنا انكريمنت افتر وكلام زي كده؟ مين اللي قال ان قبل 10؟ لا
مكان في الميموري ومكان تاني ما لهمش علاقه ببعض خالص. خلاص كده يبقى دي مثال على الاثنين. تعالوا نشوف بقى الكونديشنال اكسكيوشن ومزايا الكونديشنال اكسكيوشن. مزايا الكونديشنال اكسكيوشن، طبعا خدوا بالكم كونديشنال اكسكيوشن في البروسيسور اللي قبل كده ها موجوده فين ولا مش موجوده خالص؟ ها موجوده فقط في الكومبير والتست بس. واضح؟ بس ده كونديشنال اكسكيوشن موجود في دول بس. اما هنا لا خلاص اسف موجوده في البرانش بس يا جماعه في الكونديشنال جامب. اسف الكونديشنال اكسكيوشن هناك في الكونديشنال جامب بس. واضح؟ يا هو ده الوحيد اللي انت بتقول لو كذا ها جامب، لكن ما اقدرش اقول اجمع لو كان كذا. مفهوم؟ لا هنا بقول جامب لو كان كذا بس. ده في الايه؟ في ال 8086 والبروسيسورز اللي قبل كده. لكن هنا لا، ممكن تقول له اد لو كان كذا، شيفت لو كان كذا، لود لو كان كذا. مفهوم؟ كل الانستراكشن ممكن تتنفذ طبقا للكونديشن. فهنا تعالوا نشوف بقى الفرق. لو انت عندك في بروسيسور عادي وعاوز انك انت تعمل العمليه دي، بيقول لي ايه؟ عاوز اقارن ار 3 مع 0، هل ار 3 وصل للصفر ولا لا؟ خلاص في النظام العادي عاوز اشوف ار 3 وصل للصفر ولا لا. طيب بعمل ايه؟ بقول له كومبير ار 3 مع ار 10 مع 0، اسف، هل ار 3 وصل للصفر ولا لا؟ هيغير لي في الفلاجز طبقا لده يساوي ده ولا لا، مش كده؟ فباجي بقول له ايه؟ برانش لو ايكوال لسكيب، برانش لو ايكوال لايه؟ لسكيب. سكيب اللي هي دي، يعني ما تعملش دي، ده المقصود. ان انا عاوز اعمل دي واشوف لو كان ار 3 ما وصلش للصفر اعمل دي، لو وصل للصفر ما اعملش دي. اتفهمت؟ يبقى ده اللي احنا هنعمله. ولذلك عشان كده فيها برانش وفيها ثلاثة كونديشن. ادي الاولاني كومبير، خلاص هعمل ده ها او هعمل ده. واضح؟ اهو كومبير، علشان ما اعملش ده رحت عامل جامب، صح ولا لا؟ وعلشان لو ما كانش، لو الشرط متحقق يبقى هروح اعمل ده ومش هعمل الجامب. يبقى كام انستراكشن دول؟ ثلاثة، لازم اكتبه. صحيح هو اتنين اللي هيتنفذوا، لكن لازم لما تيجي تكتب تكتب كام؟ الثلاثة دول، صح؟ تعال نشوف هنا بقى تعمل ايه؟ اهو قول له كومبير ار 3 و 0، صح زي دي. بس اكتب له ايه بقى؟ اد ان اي، اد ان اي، يعني ايه بقى اد ان اي؟ يعني اجمع لو كانوا مش متساويين. اجمع لو كانوا ايه؟ مش متساويين، واضح؟ وبالشكل ده تجنبت حتة البرانش دي، وأصبح بقى عندي كم انستراكشن؟ اتنين بدل ثلاثة. فدي ميزة الايه؟ الكونديشنال اكسكيوشن، لأنها مع أي انستراكشن بتتنفذ. خلاص كده؟ انت قصدك يعني وانت بتصممه؟ لا لا ما مش كده. هو خد بالك انت هنا شفت الفورمات بتاعت الانستراكشن هنا ولا لا؟ طيب فيها كونديشن معاها ولا لا؟ صح، الاربعه بيت الموست دول الكونديشن، صح؟ وبالتالي اي انستراكشن تقدر تنفذها طبقا للكونديشن، لان الكونديشن جبل. لكن هناك الفورمات فيها الكونديشنز، الكونديشن موجوده في الفلاكس، مفهوم؟ وبالتالي ما تقدرش تنفذ الانستراكشن طبقا للكونديشن الا لو حطيت الكونديشن مع الانستراكشن بس. ايه؟ لا لا لا، الكومبير دي انستراكشن عاديه مالهاش دعوه، ما بتتعملش طبقا للكونديشن. الجامب هو ده اللي هي دي، هي دي اللي بتتنفذ طبقا للكونديشن. ايه؟ ايوه ايوه، ده اللي هو الار بس. فبالتالي دول ثلاثة بقوا اثنين. خلاص كده؟ ايه؟ الكومبير فين؟ اه الكومبير ملهاش دعوة، مش لازم تقول لها،
خلاص كده. بص هنا بقى دي مثلا انستراكشن برضو تقدر انك انت تعمل عليها ديكريمنت. يعني طبعا هنا ما فيش ديكريمنت، ما عندناش انستراكشن اسمها ديكريمنت. ادي هنا بيوريني الديكريمنت وكمان بيقول لي هخليها تغير في الفلاجز لو كنت عاوز اعمل حاجه. فبيقول لي ديكريمنت ار 1 وبعد كده بي ان اي لوب، يعني روح هنا لو كان لسه ار 1 ما وصلش للصفر. واضح؟ فدي طبعا خطوه خطوتين دي لو انت عاوز تعملها في ال 80 86 كان ممكن تقول له ديكريمنت الاول، واحنا عارفين ان الديكريمنت هناك بيأثر في الايه؟ في الفلاج، صح؟ فتقول له جامب لو كان ايكوال لبعيد وجامب لو مش ايكوال للوب، يبقى برضه دي ثلاثة. دي هنا الكونديشنز بقى يا جماعة. برانش نوت ايكوال على طول. بيعمل ديكريمنت اهو بس بيقول لي سيت الفلاج. يعني هنا دي عمل ديكريمنت، يعني نقص ار واحد بواحد يبقى ده ديكريمنت، مظبوط؟ وقال لي هنا اس، يعني ايه اس؟ يعني سيت الفلاج طبقا للريزلت، خلاص؟ وبعد كده قال لي برانش نوت ايكوال للوب. يعني لو نوت ايكوال لزيرو، يعني لو ما كانش وصل للصفر روح هنا يبقى هيجمب. طب 80 86 كنت بتقولي له مش صب، بتقولي له برضه زيها دي، بتقولي له برضه زيها لان هنا دلوقتي ما في نفس دي هتقولي له برانش، برانش اللوب لا وبرضه برانش نوت ايكوال، بس ما كنتش هتقولي له الاس دي لان هو اوتوماتيكالي بيعملها ايه؟ بيأثر في الفلاج. هناك الديكريمنت والانكريمنت بما انهم ايه ال يو فبيأثروا في الايه؟ في الفلاج. هنا بيقول لك ما فيش ديكريمنت لكن تقدري تحطي بدالها دي وتخليها تاثر في الفلاج. واضح؟ مش هيغير في الفلاج غير في الكومبير والتست زي ما زميلك لسه كان سائل على الموضوع. دي كده كل الكونديشنز يا جماعه، دي الكونديشنز اللي عندي كلها، ودي هي بالظبط موجوده في ال 80 86 بنفس بس اساميهم مختلفه، اساميهم مختلفه. الكونديشن كلها يا جماعه بتعتمد على الفلاجز، كل الكونديشنز بتعتمد على الفلاج سواء طبعا في البروسيسور ده او غيره او غيره. واضح؟ وبما انها حاجات كلها اريثماتيك فبالتالي علشان كده هتلاقيها واحده. واضح؟ يمكن الترميز بس اللي هيختلف. تعالوا نشوفه. اول حاجه ايكويت. ايكويت يعني ايه؟ يعني عملت كومباريزون، خلينا نقول الكومباريزون هو الاساس. كومباريزون وطلعوا الحاجتين اللي بتقارنهم مالهم؟ متساويين. طب دي هيسميها ايه؟ هيسميها ايكويت. لما تيجي تقول عاوز تجامب او عاوز تاد اذا كانت العمليه متساويه يبقى قول له ايكويت. طب دي بتعتمد على الف فلاج؟ نعم. لا تبقى فاهماها يعني اما تيجي بس تبقى عارفه المعنى بتاعها. عارفه المعنى بتاعها وطبعا ما هياش جايه من سكراتش، انت اكيد عارفاهم. حاجات بسيطه اللي هتلاقي نفسك مش عارفها. ما اقول ايكويت. اي كيو. واضح؟ وعملناها قبل كده بي اي كيو، فاهمه؟ في الايه؟ في الميبس، صح؟ او زد. فبتلاقي برضه هنا نفس الكلام. فادي اول واحده ايكويت. طب ان اي عكس الايكويت. واضح؟ ان اي هنا نوت ايكويت بس بيحط حرفين بس. ايكويت دي يا جماعه معناها الزيرو الريزلت بصفر. وبالتالي معناها ايه؟ الريزلت بواحد. اسف. الريزلت بواحد. نوت ايكوال يعني الريزلت الزيرو بزيرو. واضح؟ فبالتالي دي ودي بيعتمد على الزيرو فلاج. الاولانيه الزيرو فلاج بكام؟ واحد. والثانيه الزيرو فلاج بكام؟ بصفر. خلاص؟ عشان كده زي ما قلت كل الكونديشن متاخده من الايه؟ من الفلاجز. بس واحد يقول لي دول حوالي 16 كونديشن بينما الفلاجز كام؟ اربعه اللي هنا. واضح؟ معناها انها ممكن يكون من كونديشن من فلاج قصدي او اثنين او ثلاثه. هنشوف كده. ده الايكويت. بعد كده في سي اي سي اس او اتش اس. اتش اس وسي اس. سي يعني الكاري. سي هنا الكاري. يعني كاري ست. يعني جامب لو الكاري ست. يعني ايه كاري ست؟ يعني كاري بواحد. يبقى عكسه ايه بقى؟ ال او الا اهو سي سي كلير. سماها كلير. سي سي يعني الكاري كلير. واضح؟
ليه اسم ليه معنى تاني، ليه معنى تاني. هو الكاري بيبقى اكتيفيتد وليه معنى فين؟ في الارقام اللي ملهاش اثاره، في الارقام اللي ملهاش ايه اشاره، واضح؟ ولذلك سماها ايه بقى؟ اتش اس. اتش اس يعني ايه؟ unsigned higher. unsigned ايه؟ higher يعني رقمين بدون اشاره، ها؟ والاول هو الكبير، والاول هو الايه؟ الكبير. في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل الكاري يبقى بواحد، صح ولا لا؟ عندك رقمين بدون اشاره اهو اهو، المفروض بتطرح ده من ده، واضح؟ لو ده كبير المفروض الكاري يبقى بواحد، الكاري بتساوي واحد. unsigned higher الكومباريسون. المهم الكونديشن اعرفه من هنا بقى الريزلت ممكن تحصل من حاجات كتيره، خلاص اتفهمت دي؟ كاري ست او كاري كرير معناها هاي او لو، هاي او ايه لو. طبعا الهاي مقصود بيه ايه؟ unsigned higher او سيم. طبعا اتش اس، اتش اس يعني هاير او سيم، سيم يعني ايكوال. في ال 80-86 الهاي دي بيسموها ايه؟ اباف. في ال 80-86 بيسمي الهاي ده ايه؟ اباف. والسيم ايكوال هي هي. وبرضه بيسمي هناك السيم زد زيرو يعني. طيب هنا سي سي يعني كاري كلير او عكس دي بقى. طب دي معناها ايه بقى؟ حد يقول لي دي معناها ايه؟ unsigned ايه؟ higher او same يعني اكبر من او يساوي. هي المعلومة خدوا بالك، higher او same معناها اكبر من او يساوي، بس ليه ما قالش اكبر من؟ عشان يقول ان ده unsigned. ده الفرق يعني، الرقم يا اما هيكون اكبر يا ايه؟ يا اصغر. الرقم يا اكبر يا ايه؟ يا اصغر. في حالة الاكبر يقول هنا ايه؟ هاي. ولو اصغر يقول ايه؟ لو. فهمت دي؟ طب في حالة ساينت هيقول جريتر زان او ايه؟ اتفهمت؟ ده السبب في التمييز. لكن هي هي هناك في 80-86 يقول اباف على ايه؟ ويقول ايه؟ بلو. اباف وبلو او جريتر او ليس. بس ده الفرق بين هنا وبين هنا. طيب دي تعتمد على الكاري. اللي بعد كده ها مينوس او ماينس، واضح؟ ماينس يعني ايه؟ نيجاتيف، رقم نيجاتيف. يعني بيعتمد على مين؟ على الاس، يعني الاس بواحد. طيب ودي بلس، بلس يعني بكم؟ بزيرو اهو، النيجاتيف بزيرو اهو، بلس اور زيرو. طبعا ليه خد دي كده؟ لانه خد بالك الزيرو برضو يعتبر زيرو، الساين بتاعت الزيرو زيرو. بعد كده اوفر فلو، اوفر فلو برضو هناك اوفر فلو اسمه اوفر فلو زي هنا اوفر فلو ست او اوفر فلو ايه؟ كلير. اس يعني ست وكلير يعني كلير. طيب اللي بعد كده unsigned higher. unsigned higher واحد يقول له امال ايه دي؟ امال دي ايه؟ ها دي unsigned higher او يعني فيها اتنين كونديشن، يعني اكبر من او يساوي، ده كونديشن لوحده. لكن ده ايه؟ كونديشن تاني، ان هو اكبر من بس مش اكبر من او يساوي، واضح؟ عشان كده اتكرر. ده بقى بيعتمد، خد بالك اذا كان ده بيعتمد على الكاري بواحد بس يبقى اكيد ده بيعتمد على ايه بقى؟ الكاري والزيرو. يعني الزيرو في الحاله دي لازم يبقى ايه؟ بصفر. لازم الكاري في الحاله دي يبقى ايه؟ بصفر. اهو فعلا الكاري بصفر، اسف الكاري بواحد والزيرو بصفر، الزيرو اللي بصفر، الزيرو هي اللي بصفر. اللي بعديها unsigned lower، ما اتكلمناش عنها قبل كده، ده عكس unsigned lower او سيم، زي دي برضه هاير او سيم. وبرضه هتلاقي unsigned ايه؟ lower بس برضه ممكن تكون جايه هنا. فهنا unsigned lower او سيم يعني الكاري بيساوي كام؟ كاري بيساوي صفر، والزيرو فلاج بكام؟ بواحد. دي ايه دي؟ اور. خد بالك من دي بقى. اذا معنى كده لو انت عاوز unsigned high بس،
unsigned هاي بس اعمل ايه؟ هات الكومبلي بتاع ده اللي هو ده اللي هو دي يعني دي بالظبط عكس دي. حتى في الفانكشن بص الفانكشن دي ايه؟ سي تساوي واحد اند زد بتساوي كام؟ زيرو صح؟ عكسها يبقى ايه بقى؟ سي تساوي صفر اور الاند تبقى اور والزيرو تبقى واحد العكس بالظبط. تعالوا اللي بعديها greater than or equal اللي احنا قلنا عليها greater than or equal اللي هي شبيهة بالايه؟ بالهاي اور سيم هاي اور ايه؟ سيم زي ما قلنا سماها هنا greater than or equal دي اهو جي اي ودي less than ال تي هنا greater than بس جي تي خلاص وهنشوف الفلاجز less than or equal ال اي اخر حاجه اولوز كله يعني مفيش كونديشن تعتمد على كل كونديشن نعم ايه عامل ايه هنا الكونديشن ده عشان يحصل يبقى لازم الان الان دي اللي هي عباره عن مين الصاير صح يساوي الفي الاوفر فلو اعملي الكونديشن كده خدي كل البوسيبيليتي بتاعتها الكلام ده برضو موجود 86 العلاقه بين الساين والاوفر فلو الرقم هنا دلوقتي الاوفر فلو ده بيعكس الرقم لما يكون ايه امتى يحصل اوفر فلو يا جماعه ها لما يكون رقمين باشاره يعني الاوفر فلو ما يحصلش غير لما يكون الرقمين مالهم باشاره ساين صح ولا لا unsigned ما فيش اوفر فلو في بداله ايه في بداله مين الكاري الكاري يطلع في امتى بالارقام زي اللي من دون اشاره والاوفر فلو يطلع امتى بالارقام اللي فيها اشاره عرفتي ليه بقى الاشاره بتطلع مع الاوفر فلو هنا في الحالات لانه زي ما قلنا لو فاكره الاوفر فلو قلنا ايه رقمين بجمعهم وهما الاثنين بوزيتيف يطلع ايه يطلع نيجاتيف صح مفهومه فده السبع هو ده الاوفر فلو الاوفر فلو جمعنا رقمين بوزيتيف طلع لي ايه نيجاتيف صح طيب اذا في علاقه بين الساين والايه والاوفر فلو اهو ده اللي احنا قلنا ان تساوي في يعني جريتر ذان اور ايكوال رقمين اكبر من بعض نعم ما قلنا دي ما بتعتملهاش دعوة الكاري بيظهر فين يا جماعة تاني والكلام ده قديم في الايه اللي هو متى يكون الكاري او الكاري بيظهر مع انهي نوع من الارقام الكاري بيطلع مع انهي نوع من الارقام مع الانساين بس صح ولا لا طيب امال مع الساين يبقى فيه ايه بديل الكاري هو مين الاوفر فلو واضح عشان كده الحاجات الجريتر زان وليس زان دي خاصه بمين بالساين فعشان كده فانكشن في الاوفر فلو خلاص والساين كمان دي كده فانكشن في الاوفر فلو والساين ان تساوي في لكن هنا ليس زان ان لا تساوي في ان لا تساوي ايه في يعني هتلاقي ان الساين واحد يبقى في اوفر فلو ده لو كان كده ان تساوي زيرو يبقى ما فيش اوفر فلو نعم دي مالها ما دي هتيجي بعد كده اهو هنا جايه هنا اهو جايه في دول اتش اس واتش اي اتش اس هنا بيقول لي اهي هاي لي انسايند هاير اور اس يعني سيم سيم هنا معنى ايكوال واضح السيم هنا بمعنى ايكوال بعاوز ايه ما بقول لك هنا دي بتعتمد على ما خد بالك الانساين طب انت فاهم دي عكس دي ولا لا طيب دي عكس دي تعتمد على الكاري بكام بزيرو يبقى عكس ده يعتمد على الكاري بكام بواحد لان اصلا الرقم لو صفر برضو الكاري بتاعته بتبقى بزيرو بتبقى بواحد الاوفر فلو في حاله الزيرو بتجمع زيرو مع اي حاجه وحصل كاري يبقى معناه الكاري بقى بواحد
حتى مع الزيرو. يعني الزيرو بيعامل كرقم بوزيتيف، الزيرو يعامل زي هنا بالظبط. ما انت قلت هنا اهو فين اهي دي جريتر اور ايكوال، في حته كان فيها فيها الزيرو اهي unsigned higher، حاجة واحدة بس صح ولا لا؟ طب ما دي زيتي خلاص، دي كونديشن اهي. ده هنا كونديشن اكسكيوشن لبرنامج، برنامج مكتوب بالسي وبعد كده مكتوب ببروسيسور تاني او بالارم بس بدون الكونديشنال اكسكيوشن ثم بالكونديشنال اكسكيوشن. واضح الفرق؟ طبعا دي هاي ليفل لانجوج، فثلاثة انستراكشن او اربعة مش مشكلة خلاص، لانه عارفين ان دي دايما بتبقى ايه عدد الستيتمنت مالهم اقل من الاسمبلي صح. لكن دي هنا اهو بيقول لي اف ار نود تساوي زيرو، عملناها كده كومبير ار نود مع مين؟ مع زيرو. نتيجة المقارنة هنا بيقول لي يا هعمل دي يا هعمل دي صح ولا لا؟ فهنا بقول له برانش نوت ايكوال لإلس، يعني روح اعمل دي. طب فين إلس؟ اهي اعمل دول، هات دي ودي ودي. هنا خد بالك دي ليبل وليست انستراكشن، خد بالك لحسن حد يفهمها انها دي إلس يعني زي الإلس دي. لا إلس هنا بقت ليبل بس خدها بنفس الاسم عشان يفهمها لك بس، مفهوم؟ فبالتالي لو مش متساويين هعمل دي اللي هي دي بالظبط، يبقى حجم كويس. لو متساويين هعمل دي اللي هي دي اهو، يبقى ادي انستراكشن برانش نوت ايكوال يا هنا يا هنا. طبعا سواء كتبتها سواء الكلام ده متساوي او غير متساوي. بعد كده ادي دي اللي هي دي نفذتها، بعد ما نفذ دي طبعا المفروض ما نفذش دي صح ولا لا؟ يبقى اعمل ايه؟ يبقى اعمل ايه؟ برانش صح؟ عشان اجمبر على دي عشان ما اعملهاش تاني، فقلت برانش الانت خلاص؟ يبقى بقى منفذ دي وبعد كده بناء عليها يا هروح هنا يا هروح هنا خلاص؟ لو رحت هنا يبقى بعد كده مش هعمل دي، هرجمبل هنا خلاص؟ وبعد كده هعمل دي. ده كده البرنامج بتاعي لو كنت بعمله بدون كونديشنال اكسكيوشن. خد بالك دول ليبل، يعني دول كام انستراكشن؟ خمسه. واضح؟ تعالى هنا بقى هتقول له كومبير، ماشي. كنت هتعمل دي امتى؟ ها؟ لو ايكوال. وهتعمل دي امتى؟ نوت ايكوال. اهو قول له اد اللي هي دي لو ايكوال، واد دي لو ايه؟ نوت ايكوال. كم انستراكشن؟ ثلاثه، بينما ده كم؟ خمسه. يبقى الكود نفسه والاكسكيوشن تايب. واضح؟ ده هنا برانش واللينك تبقى حاجه زي كده، برانش ولينك لسب روتين، ادي السب روتين وبعد كده هعمل ده. فبرانش ولينك هخزن هنا الايه ال قبل ما اعمل البرانش هخزن الادرس بتاع الانستراكشن دي. طبعا هنا بيشرح بيقول لي لا علشان لما تقراها ما تتلخبطش، احنا عارفين انه دايما البي سي فيه ايه يا جماعه؟ فيه عنوان النكست ايه؟ انستراكشن. فالمفروض يقول لي قبل ما تبرانش خزن البي سي في حاجه اسمها اللينك ريجستر، حط البي سي في الايه؟ في اللينك ريجستر. دايما تلاقي التكست ما بيقولش خزن البي سي، يقول لك خزن النكست ادرس وخلاص. واضح؟ فانا زي ما بقول لك يعني اعتبرها ان هو احسن البي سي، ما تقولش النكست ادرس. نعم ايه ده؟ دي حاجه تانية، دي لسه تانية، دي حاجه تانية معلش. فهنا قبل ما تبرانش بنخزن البي سي في اللينك ريجستر خلاص، وبعد كده اروح للسبروتين. اهو رحت للسبروتين، ادي الكود اهو، قعدت انفذ فيه لحد ما لقيت فيه الانستراكشن دي في الاخر. الانستراكشن دي في الاخر بتعمل ايه بقى؟ ها؟ حطت اللينك ريجستر فين؟ يعني استرجعت ايه؟ العنوان اللي هو ده، فهمت؟ فدي الريتيل، يعني كأن دي هي الريتيل، ما عندوش هو هنا ريتيل. الريتيل حط ده او دي في دي في البي سي، او اعمل انستراكشن كده بي اكس الا اه، بس هما الاثنين دول معنى اللينك. دي اسمها
استبدل محتوى ال ار في الايه في البي سي زي دي، يعني دي تكافئ دي وان كانت الفورمات مختلفه لكن بتساوي دي بالظبط. بس ده هو ازاي انك انت تكول سب روتين، تكول سب روتين بتروح له ببرانش عاديه خالص، بس قبل ما تكون رحت لها تكون كاتبها برانش ويز لين، يعني تكتبها كده، لانك لو ما كتبتش ال ال يبقى بتجامب من غير ما ترجع. خلاص ده شرح لنفس الكلام. هنا دي دول بقى ازاي ان انا كول بعض الانستراكشنز اللي هي الريدي ميد روتينز، بيبقى دايما مع البروسيسور وهو جاي بعض الايه الريدي ميد روتينز اللي هي بتتنفذ علشان تخدم انبوت واوتبوت كتير، يعني عاوز اطلع حاجه على السكرين، عاوز استقبل حاجه من الكيبورد، عاوز اعمل اي حاجه من الانبوت والاوتبوت، عاوز اقول له للبرنامج ستوب هالت، كل الكلام ده بيبقى ليه روتينز جاهزه موجوده مع الايه مع البروسيسور. خلاص فدي يتم استدعاءها بالانستراكشن دي اسمها اس دبليو اي. اس دبليو اي فبص كده اس دبليو اي تيبل بيقول لي في اول واحد في الاس دبليو تيبل في الريست. عارفين الريست بيعمل ايه ولا مش عارفين؟ بيعمل ايه؟ بيخليني ابدا من جديد البوتنج اللي احنا بنسميه البوت، او بيلود الايه الستارت اب بروجرام. خلاص يبقى انت لو عاوز تعمل ستارت اب اعمل كده اس دبليو اي 1. اتفهم بقى ايه معنى الاس دبليو اي؟ تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي انيشاليز تايمر، اكيد بيبقى في تايمر وانت عاوز تانيشاليز التايمر بحاجه معينه، او التايمر اللي هو بيدي لك التايم. واضح؟ ممكن التايمر ليه استخدامات كتير، تايمر عاوز تشغل بيه حاجه، او التايمر اللي هو بيدي لك الزمن بتاع الايه الوقت الحالي. خلاص فعشان تانيشاليزه وتدي له الفاليو، لانه طبعا اكيد مفصول ومش مالوش باور وعاوز تظبطه. خلاص فبتظبطه بالروتين ده اس دبليو اي 2 وهكذا. مثلا 12 بيقول لي رايت كاركتر تو سكرين، وده اللي ممكن نحتاجه. خلاص وهكذا. 013 بيقول لي ميك ا بيب، يعني يعمل لي صوت مدته نص ثانية وهكذا. يبقى دي كلها برامج جاهزة جاية في الروم بتستدعي. مفهوم؟ طريقة الاستدعاء بسيطة خالص، اكتب اس دبليو اي ايه والرقم بتاع الايه الحاجة اللي انت عاوزها بس. اهو ده مجموعة تانية وبيقول لك هو ساعتها لما يتلاقي اس دبليو اي ها يسيب البرنامج اللي كان شغال فيه ويجامب للايه للروتين اللي انت عملته، وبعد كده ما يخلصه يرجع. ده طريقة تنفيذ. ده مثال على برضو الاس دبليو اي 11 ده بيترمينيت البرنامج. اس دبليو 11 ده يترمينيت الايه البرنامج. فتلاحظ كده هنعمل الانستراكشن دي ماشي، هنعمل الانستراكشن دي وبعد كده برانش ويز لينك لسب روتين اهو، هروح انفذ السب روتين ده. وهنا دي قال لي ايه؟ دي عباره عن ايه يا جماعه؟ دي ريتيرن. خلاص؟ ريتيرن معناها رحت فين؟ بعد دي رحت لدي. دي بقى بتعمل ايه؟ ترمينيت، يعني خلصت كده البرنامج. خلاص دي كلها بقى برامج مكتوبه بتنفذ حاجه. ده هنا عباره عن ستيتمنت بالسي عاوز انفذها بالايه؟ بالاسمبلي اهو. طبعا هتلاقي البرنامج كتير لانه متنفذ مره كونديشنال ومره ايه ان كونديشنال. لاحظ بس الحاجات دي هنا اكس واي وبي وسي دول اماكن في الميموري، فلازم تحمل العنوان بتاعهم للبرنامج. لذلك كده استخدمنا هنا الاثنين الانستراكشن دول اي دي ار وال دي ار، كنا قلناهم دول عباره عن مش انستراكشن، دول ايه؟ بسويدو انستراكشن. بسويدو ايه؟ انستراكشن. عشان كده بص قلنا قدر ار 4 وايه؟ يعني هات لي حط في الار 4 الادرس بتاع الايه؟ وطبعا الادرس ده 32 بت. الادرس 32 بت، فبيقول لي هات لي الادرس ده حطه في ار 4. طب ودي؟
هات لي من الميموري اللي هي عنوانها ار 4 وحط في ار نوت. يبقى ده كده جبنا اول حاجه اللي هي الايه، ودي زيها لود ار ار 4 ار 1 وار 4 اهو خلاص، وات ار 3 وار نود وار 1. يبقى جمعت ده مع ده يعني عملت ايه زائد بي. بعد كده قال لي اد هات الادرس بتاع سي، هات الادرس بتاع سي خلاص. وبعد كده لود من ار 4 لار 2، يعني هات لي السي حطها فين؟ في ار 2. وبعد كده اطرح ار 3 من ار 2 او ار 2 من ار 3 وحط في ار 3. يبقى عملنا دي اخر حاجه ستور، اخر حاجه ستور بس طبعا لازم تحط. يبقى ادي كده الانستراكشن بدون ايه؟ بدون كونديشن، وطبعا ما فيهاش كونديشنز اصلا. يبقى بالتالي التنفيذ بتاعها كونديشنال وان كونديشنال ماله زي واحد، وهكذا هتلاقي الباقيين كده. دي الاماكن اللي فيها الحاجات بتاعتنا متعرفه بالشكل ده. طبعا في تاني برامج تانيه معلش بقى اقروها وشوفوها لانها متشابهه. طبعا اهم حاجه بس فيهم البرنامج الاخير ده، ده برنامج بيستخدم برضو السوفت وير او اس دبليو اي دي، السوفت وير انستراكشنز اللي بتخزن لي او بيبقى فيها برامج جاهزه. البرنامج اللي احنا مستخدمينه هنا اسمه سويتش اكزيت، ده واحد، وواحد تاني اللي هو اسمه سويتش او اس دبليو اي رايت تك. ده بيكتب داتا على السكرين، بيكتب داتا على الايه؟ السكرين. دول اللي احنا عاوزينهم. طب البرنامج ده بيعمل ايه؟ بياخد فاليو طولها 8 بت، طولها 8 بايت، لا اسف 8 ديجيت، هيكسا ديجيت، يعني وورد كامل، وورد كامله 32 بت مكتوب فيها فاليو، مكتوب فيها فاليو، عاوز يعرضها بالهيكسا ديسيمال، عاوز يعرضها بالايه؟ بالهيكسا ديسيمال. طبعا هي بما انها باينري يبقى المفروض يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها ايه؟ يقسمها اربعات صح؟ عشان يعرضها يقسمها اربعات، وبعد كده ياخد كل اربعه ويبعتهم على الايه؟ السكرين. بس بعد ما يحول كل اربعه من باينري فاليو لايه؟ لاسكي. بعد ما يحولهم من باينري فاليو لاسكي، عشان كده اهو ادي الفاليو بيحولها. لو كان رقم من 0 ل 9 تحويله يعمل فيه ايه؟ يجمع عليه الكود بتاع الصفر صح ولا لا؟ مش احنا قلنا الكود بتاعت الاسكي ها الزيرو كام؟ فاكرين؟ 30. طب والواحد؟ 31. طب ال 30 دي مش هي دي الكود بتاعت الصفر؟ يبقى لو القيمه واحد وعاوز الاسكي كود بتاع الواحد يبقى كام؟ 31. يعني واحد زائد الاسكي كود بتاع مين؟ الصفر اهو، واحد زائد الاسكي كود بتاع الصفر فين؟ اهو زيرو زائد ار نوت، واضح؟ طبعا ار نوت ده جابه كان 4 بت الاول. طب افرض ان هو ليتر، ان هو ايه؟ ليتر يعني اي بي سي دي اي اف، يتحول ازاي ده بقى؟ اول حاجه فيه الايه، يبقى اذا الايه الكود بتاعها كام؟ 41. او الايه هي دي الريفرنس بتاعتك صح؟ لو ايه اعرضه كما هو خلاص. طب لو بي اجمع اطرح من الايه 10 واجمع عليها القيمه 10 ليه؟ لان اصل البي 11 صح؟ وانت عاوز تجمع كام على الايه عشان تبقى بي؟ عاوز اطرح واحد اجمع واحد بس صح؟ فالبي ب 11 يعني شيل منها 10، فبالتالي هي دي الاسلوب يعني ده. وطبعا اللي قبل كده ازاي انك انت تعمل الشيفت وتعمل اسف تعمل الروتيشن عشان تحول ها البيتس بتوعك اللي هما 8 لاربعات بالترتيب. الجزء ده بس نعم البي ايوه، ما انا اقصد اللي بعد البي على بعد الاي على طول، مع البي بعد الاي، الاي 41 صح؟ يبقى البي عاوز تجمع واحد عليها، هو ده اللي بنقول عليه، ما بنقول 10 لان الاي 11 واضح؟ لو جمعت واحد على طبعا هنا خد بالك لازم عشان تجمع هنا انت عملت ايه؟ ايه ناقص 10 بتجمعها مع مين؟ مع ار نوت، علشان انت عاوز تجمع على الار نوت
الكود الريفرنس اللي هو بتاع الايه. طبعا القيمة دي 11 اصلا، البي هنا ب 11 واضح؟ البي ب 11 وانت عاوز تجمع على الايه كام؟ طيب لو جمعت عليها 11 انت البي الار نوت ده في 11 دلوقتي، فعشان كده طرحنا 10. طيب خلاص ده كده علشان ما اطولش عليكم، الناس واقفين بره ما اعرفش عاوزين ايه. شكرا يا جماعه.